تفتكر إن الوظيفة اللي إحنا معتمدين على دخلها مضمونة؟ هل هنفضل نعتمد على دخل واحد ونضمنه 100%؟ أنا حصل لي إصابة عمل وقاعد في البيت وبيدفعولي نسبة أقل من المرتب العادي، لكن لولا عندي الأونلاين بيزنس هو دلوقتي أكبر عائد ومكسب ليا، خصوصا بعد إصابتي في شغلي. دلوقتي الأونلاين بيزنس بيدخل لي المكسب الأفضل من المناسب عشان أقدر أكمل التزاماتي فواتيري وأسدد احتياجات أسرتي، وأنا قاعد في البيت بدير البيزنس بتاعي من البيت في أي وقت، معايا الكمبيوتر معايا كتابي. ودلوقتي عرفت إن الأونلاين بيزنس هو الأفضل من أي شغل اشتغلته، لأن كل الأشغال العادية اللي اشتغلتها كانت بتاخد من الصحة والوقت وفي الآخر بتدفع الفتات. تأكد إن المؤسسة اللي بنشتغل فيها هي اللي بتكبر على حساب صحتك ومجهودك وعلى حساب وقتك اللي أسرتك أولى بيه. أنت كمان لازم تفكر صح وتبدأ تاخد خطوة عشان تقدر تعمل المستقبل الصح لأسرتك. الخطوة دي عبارة عن فرصة ما تضيعهاش وما تأجلهاش، لأن الوقت بيعدي والناس حوالينا بتجري وبتسابق الزمن عشان يوصلوا للي هم عايزينه. اسأل نفسك الأول أنت عايز إيه، وبعدها تقدر تقرر. لما تاخد قرارك ابعت لي وانا هقف معاك خطوة بخطوة، وتأكد اني موجود هنا عشان اساعدك ازاي تبدأ طريق نجاحك زي ما انا بدأت وغيرنا كتير بدأ. الديجيتال بيزنس مش محتاج خبرة ولا لغة ولا مكان، لانك هتشتغله من اي مكان انت فيه. كل اللي انت محتاجه ساعتين او ثلاثة في اليوم، وطالما معاك ورق قانوني في بلدك هتقدر تقدم وتشتغل، لان البيزنس ده قانوني وبتدفع عليه ضرائب. وتأكد انك مش هتكون لوحدك، انت هيكون معاك منتور وكوتش وسط مجتمع كبير وصل عدد اعضائه ربع مليون مشترك في الاونلاين بيزنس.